اقفش. ايه يا بت، بتحبي ولا ايه؟ يا ريت يا اختي يا ريت. يبقى جوزك وحشك؟ مش متجوزه ولا مرافقه ولا مصاحبه يا بت؟ عايزه ايه يا ولية؟ ما تتلمي بقى. الله مالك، امال عايزه كده تفهميني انك سك؟ لا يا اختي، بحط تل. ما انت ليكي في اللون اهو، بتفهمي في الخمره. اما الملك قاعده مكتومه كده وسكتم بكتم. احكي لك ايه يعني؟ احكي لك ايه بس؟ اسمعي بقى، انا صايعه قوي قوي وافهمها وهي طايره، واعرف عين الست من اول ما ابص فيها. وانت عينك كده سايحه ونايحه وجواها راجل قاعد ومقدد. ما تفضفضي يا حبيبتي، ده انا زي اختك الكبيره. قولي لي ايه، بتحبي؟ اللي كنت بحبه مات. الله يرحمه. ده كان ابويا. ارتحتي؟ ابوكي؟ ما كلنا حبينا ابونا. انا بتكلم يا بت عن الحب التاني، الامور. قصدك الحب ابو غرض يعني؟ ايوه، هو ابو غرض ده اللي انا بتكلم عنه. لا يا اختي، عمري ما حبيت، ولو حد كان يبص لي بصه كده ولا كده كنت اخاف منه. في الحته بتاعتنا في صنفين من النسوان، يا اما نسوان بتخاف من الرجاله عشان اهلها، يا اما النسوان بتحب المشي البطال ده. يعني ما اخبيش عليك يا حبيبتي، انا الصنف التاني ده، ومش المشي البطال سايقني وبس، لا ده طير بيا طيران. الله اكبر الله اكبر. على فين يا جدع؟ درال، انت كل ما تشوفني تقول لي على فين على فين؟ تكونش اشتريت الحاره ولا معرفش؟ ما انت برضه كل ما تشوفني بتنساني. طب اخلع خفيف، اخلع. مين؟ انا. انت مين؟ صلاح امين الشرطه. انت عايز مننا ايه تاني؟ ضحكت على بنت لغايه ما قبضت عليها، روح منك لله، ده انت خراب. ليه كده يا حاج؟ ده انا بالعكس كنت عايز اساعدها. تساعدها؟ تساعدها ولا تحبسها؟ اخذت لها سنه حبس، روح منك لله يا شيخ، حرام عليك. ما تزعليش، اهي سنه تاخدها بالطول ولا بالعرض، بجمله العذاب والمر اللي احنا فيه. على كل حال انا موجود، لو احتجت حاجه كلميني. يا استاذ شيل حاجتك دي، احنا مش عايزين منك اي حاجه يا استاذ. يلا اتفضل يا حاجة، دي حاجة بسيطة عشان العيال الصغيرة. العيال بخير ومستورين، وانا موصاني ما اخدش منك كفة حاجة، توكل على الله. موصياتي؟ اوكي، شو عامل له انا؟ ولا شيء. هل نسوان ولا بلاش؟ عم بيقول انه مصري، عم بيسأل عنك من وين؟ ردي قولي من لبنان. أنا من لبنان. هو طب أصلي كتب لها إيه؟ كتب لها إيه؟ عم بيقول اسمه كريم، عم تعرفيه من قبل؟ لا ما بعرفه. تعي 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 طلعي في صورته. وبعدين بقى اطلعي اوفلاين. ايه بس هو عم بيسالك يرسل الصور اليك؟ بكفي بقى، انا ما بضلني بحكي كثير مع العالم على الانترنت. بس هو عم بيعقد. انا رايحه. لوين؟ عندي مشوار، باجي الك بكره. اوكي، باي حبيبتي. باي باي. صبايا،
صباح. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه يا صابر انت فين؟ لف تعال. احنا بنشحتك يا راجل، مش ده برضو شغل؟ خش. والله يا ست صفاء لسه مخلص شغل حالا. الف الف مبروك للست صفاء. الله يبارك فيك، تعالى اوريك القطن اللي جبته. يا ساتر. تعالى يا صابر، تعالى خش. خش تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، قطن زي الفل اهو. ما راجل حمار صحيح، هو مديك القطن في اكياس؟ اه. مفيش شوال يحطه فيه؟ اصلهم كانوا اخر شويه عنده، ما حبتش استنى لما يجيب من المخزن. وده ايه القطن ده؟ ده 100 نوع في بعض، انت جايبها منين يا ام صباح؟ بص بقى يا صابر، صلي على النبي في قلبك. انا ضحك عليا في القطن ده. هتعمله وتخلصني ولا هتقعد تقتتني؟ يا ستي رجعه، انا اروح معاكي. لا اله الا الله، انا مش هرجع حاجه، انا مش هرجع حاجه خلاص. انا دبه معاه خناقه الرب السما في عرض النبي. اعمله ويطلع زي ما يطلع عشان خاطري. لا حول الله، فلوسه اترمت على الارض. يا دي النيله ما تترمي وانت مالك. بقول لك ايه، البت جايه، حسك عينك تقول كلمه قدامها سد نفسها. ماشي يا ست صفاء، امرك امرك يا ست. السلام عليك. ازيك يا عم صبر؟ لا ازيك يا صباح، مبروك يا صباح. تعيش. اهو يما القماش اللي طلبه عم صبر. هات يا حبيبتي. جدع يا بت. ها تريش يا صبر، ايه رايك بقى في القطن؟ مية مية، قطن لا يعلى عليه. انا في حياتي ما شفتش قطن بالنظافه دي. ماشي، هتبدا امتى؟ انا تحت امرك. قبل كتب الكتاب بيومين ثلاثة هشتغل، عالدخلة هكون جاهز. ونفرش بقى في الحارة عشان كل الناس تتفرج. وهو كذلك، بس احنا هنعوش شوية على دول. حكى لي يا بت، وماله نجيب شوال كمان. لما تحضري نفسك ابعتيلي. ماشي. وانا سلام عليكم. سلام يا صاحبي. سلام يا عم صاحبي. بقول لك ايه يا عم؟ ها؟ طلعة الجاية خديني معاكي. تتريقي؟ طب وهي امك لا انت جاية معايا، امشي. 13. شكرا يا دكتور تامر. السلام عليكم يا دكتور تامر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم فتحي؟ ثانيه واحده. 20 يا حاج، مرتين في اليوم. طلبك مش موجود يا عم فتحي. يعني ايه يا ابني؟ يا عم فتحي، الدواء اللي انت عايزه ده نازل جدول اول وممنوع. جدول اول ايه يا ابني؟ اذا كان العيال مدمنها بيصرفوه بكل سهوله، وانا اللي معايا روشتة مش عارف اصرفه. وانا مالي بس يا عم فتحي؟ بص يا ابني، دور عليه في الدرج ده والدرج ده، ابوك دايما يخبيه هنا اهوت. يا عم فتحي انت صعبان علي، وانا عارف انك اولى، بس هعمل ايه؟ مفيش ولا شريط عندي. يا ابني ابوس ايدك، انا تعبان يا ابني، تعبان مش قادر. دور، ابوس ايدك. بقول لك يا عم فتحي، دور على الدواء بتاعك ده في اي صيدليه تانية. ماشي يا ابني، ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. بلبل، كويس اني لقيتك. انا عايزك في المصلحه يا بلبل. ايه يا فتحي، عايز حشيش ولا ايه؟ حشيش ايه؟ هو انا بشرب حشيش؟ شوف لي شريط اخضر، انا تعبان. عيني يابا، والاصل كمان 50 جنيه. 50 جنيه، انا باخده علاج مش ادمان. ماليش فيه تاخده علاج، تاخده دماغ، تاخده صديقي. الكلام ده في وزاره الصحه، انا شمال يا صاحبي. ايوه بس 50 جنيه كتير قوي. الله، وانا ضربتك على ايدك يا فتحي، انت هتبص لي في لقمه عيش، وانا لما بتمسك بيه بتجيلي نيابه تطمن عليا. حرام عليك، يبقى لي اسبوع بلف عليه، اسبوع كامل ما دقتش طعم النوم. شوف لي اي حاجه ابوس ايدك. انت هتمثل؟ مش معاك روشته؟ روح اي اخزخانه يا عم. لفيت على كل الاخزخانات ما لقيتش. اوه فكك مني، ما توجعليش دماغي يا فتحي، انا مش فاضي. ابوس ايدك يا بلبل، شوف لي اي شريط ابوس ايدك. الا بالله، معاك. انا بجيب الشريط ب 10 جنيه. بايه؟ ب 10 جنيه. خلي ال 10 جنيه معاك، وادي الشريط اهو. ربنا يخليك. عيني ليك. ربنا يخليك ليا. تصدق انت طلعت اجدع من الدكتور وابنه. اعمل ايه في قلبي دول؟ اعمل ايه فيه؟ خد بالك ده بفلوس، ها بالعقل كده. يلا انتوا الكباري. ربنا يكرمك يا بلبل. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يكرمك يا بلبل. احنا في زمن صعب، وشبابنا ناسيين ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في كبد. يعني ايه كبد؟ يعني في تعب وشقى، لازم نتعب ولازم نشقى. ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على كل المخلوقات، رفضت تشيلها وحملها الإنسان.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك يا أخوي؟ في إيه؟ الله يا أخوي قلقتني. مالك؟ شيء يا أخوي كلمني. سلامتك يا زينة. أصلي في واحد غريب عن الحارة كان قاعد في الجامع النهاردة وسجل لي الدرس اللي أنا قلته، شكله كده قلق لي. وتقلق ليه يا أخوي؟ هو أنت قلت حاجة غلط لا قدر الله؟ لا لا ما قلتش طبعا، بس ما أنت عارفة يا زينة أصل أنا مش معين من الأوقاف، يعني أنا بخطب بالناس كده متطوع محبة لوجه الله، وده برضو غلط، وهم لو عرفوا ممكن يبقى في مشاكل. الله يا أخوي، أول مرة أعرف إن واحد يبقى ربنا سبحانه وتعالى كرمه بشوية علم وما يلهمش للناس. أيوة بس لازم يكون بعلم الأوقاف، وإلا المسألة هتبقى ميغة سايبة، وأي حد عايز يتكلم هيتكلم ويخطب في الناس ويقول اللي هو عايزه، وده خطر. لا في النقطة دي الصراحة الصراحة يعني لو أقف عندهم حق. وبعدين بقى، طب بقول لك يا أخويا، يمكن يا أخويا يكون عجبه الكلام اللي أنت بتقوله وحب يسجله وسمع له مراته. يسمعه لمراته؟ ربنا يستر يا زينب، انا خايف لو يروح يسمعه للمباحث مش لمراته. مباحث؟ ايوه الصراحه قلبي متوغوش واكني كده، خايف للراجل ده يطلع من امن الدوله. يا لهوي، امن دوله؟ اصلا انا الجمعه اللي فاتت استاذنت الشيخ المعين من الاوقاف اني اخطب الجمعه. تفتكر الراجل الشيخ ده ممكن يكون راح اشتكاني ولا حاجه؟ يا لهوي، بيبقى بقى راجل منافق قوي. الله أعلم بعباده، الله أعلم. مفيش حاجة مستغربة في الدنيا اليومين دول. بعدين بيني وبينك يا زينب، أنا مش عارف بيجرالي إيه لما بخطف في الناس، بسخن قوي وبعطش الجيم وبدخل في مناطق حساسة ساعات كده وبدوس على الخطوط الحمراء. أنت فهماني يا زينب؟ فهماك يا أخويا فهماك. ما هو البني آدم مننا لما بيسخن زيادة عن اللزوم ممكن يخرف، مش الواحد برضو لما بياخد نزلة برد جديدة شوية بيسخن ويتخرف؟ طبعا يا اخويا، بس بقى طالما كده بتسخن وبتخرف بلاش خطبة الجمعة دي، استغفر الله العظيم يا رب. ايه؟ بلاش خطبة الجمعة؟ مقدرش يا زينب، مقدرش. الله ما عارف اقول لك ايه، الله ربنا يستر. والله يا ابني انت زي الفل، وانا عن نفسي موافقة. ودي خطوة اولى يا طنط، ناقص بقى حضرتك تقنعنا صلاح. ابعدني عن صلاح، انا ما بعرفش اتكلم معاه، انا الاول هكلم اختي وهعرف اقنعها. طب هتقولي لها ايه يا خالتي؟ هقول لها ان خالد عندنا من المنطقه وشافك وانت جايه عندي وطلبك للجواز، ايه اللي فيها؟ ايوه بس لو اكتشفوا ان هو مش من المنطقه هتبقى مشكله. يا جماعه وليه ده كله؟ ما لازمينها في الجامعه، نكذب ليه طيب؟ صح انا بقول كده. بس يا ابني موضوع الشغل ده لازم تلاقي له حل، لازم تكون متوظف ولا بتشتغل في شركه علشان يوافق. والله العظيم انا بحاول يا طنط. يعني المحاوله دي هتقعد قد ايه؟ تقريبا شهر كده. يبقى نستنى شهر. خلاص اللي حضرتك تشوفيه، نستنى. وعليكم السلام ورحمة. شفت يا أم؟ شفت بنتك داخلة واخدة في وشها ازاي؟ كأننا مش موجودين. هي عادتها ولا هتشتريها؟ منور يا حبيبي، منورة يا أختي، عن إذنكم. بتقومي يا بنتي تسلمي على أخوك؟ مش قايمة، إيه اللي جابه موقوع معاه؟ من إمتى بيجيبها هنا؟ جرى إيه يا بنتي؟ دي مراته، قومي واخذي الشيطان لأخوك يزعل. بقول لك ايه، علشان خاطري سيبيها براحتها يا اما، انت هتتحايلي عليها؟ الزهره ما لقتش همها في حاجه. انا ماشي يا اما. استنى يا ابني كمل لقمتك. عايزه حاجه بالك قبل ما امشي يا اما؟ عايزه سلامتك يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي، طريق السلامه. مع السلامه يا حبيبتي، نورتي. خليكي كده على طول. انا بقى مش عايزه حد يجينا هنا.
هي فاكره نفسها مين جايه تغزني؟ بقول لك ايه، وطي صوتك دول لسه يا تحر بجاز، انا عاوزاها تسمع. ولا هي جايه تسمعني اللي كل ما تشوفني تسمعهولي؟ جايبالك عريس يا ليلى، انت كبرتي يا ليلى ولازم توافي عليه، مش مهم ما معاهوش شهاده، مش ده اللي جايه تقوله. هو احنا لسه عرفنا هي جايه تقول ايه؟ انت عارفه يا اختي ومستحملاها عشان مرات ابنك، هتموت مني عشان ما كملتش تعليمها. طب خلاص خلاص اهي غارت في 60 داهيه، قومي بقى غيري هدومك. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ بعيط على حظ المهبل. حظك حظك ده ايه؟ وانت في حظ زي حظك؟ هو في بنت زيك رفضت عرسان؟ بقول لك ايه، قومي كده وصلي على النبي، لقيكي طول اليوم على لحم بطنك، يلا يلا اجيب لك تاكلي. سيبيني دلوقتي يا ابو عادل، اهدى بس شويه. بتغيظك يا شايب، انا لو منك ما اسمع لهاش، وليكي عليا انا هقول لاخوكي ما يجيبهاش طول ما انت موجوده هنا. اه يا اختي ما انت بتقولي فعلا. هتشوفي بس، قومي كده انت اغسلي وشك وانا هروح اسخن الاكل لان زمانه برد. ربنا يهديك يا بنتي. ازيك يا ابو بركه؟ اهلا، ازيك يا سعاد؟ الحمد لله. والنبي يا كريم تعالى اجيب لي عيش، بس الفرن زحمه قوي. اه قوم يلا قوم، هات لنا عيش يلا. ونقولها مفقعه على عاوزه بكام؟ انت بتستهبل ولا ايه؟ خد هات بجنيه. ايه مالك؟ خد عيش عجينه. يا هو ما تتصلش بيا، مش كفايه بقالي اسبوع ما بشوفكش؟ تليفوننا مرفوع من الخدمه وخايف طبعا تكلمني على الموبايل لكارتك يخلص. اديك عارفه الفول كيمو خلاص. هات من بكره هكلم ابويا خليه يدفع فاتوره. خلاص بقى يا بنت خد متزعليش. وانت بقى يهمك خليك في النت والنسوان بتوعك سلام. الست خلينا نخلص من نارك لزواجك ده. انا عندي طول شد امتى؟ هطلع لك فوق. اسمع عبد الله ده عود بتاع حوارات ولف ودوران، سيبنا اكلمه انا. يا تشد السلك نطلع اسحبك من فوق. تعمل ايه يا عبد الله؟ مفيش، امي بس شبطانه في وصل الدش. يحكمش. طب انت هتركبه وصله؟ ما كلها مركبه وصله يا حماتي، اشمعنى احنا يعني؟ حلو حلو. ما توصلي لنا الوصله احنا كمان يا ماما. بس يا بنت اكتمل، هندفع 20 جنيه في الشهر حتى امك. 15 جنيه بس يا حاجه. ولا حتى خمسه، ولا انت حد سالك؟ خليك في دماغك زيت. 20 جنيه يا بنت. 20 يا بنت. بنت يا صباح. ايوه يا ام. على اوتو. لا تخلصت، خلينا نخلص في الارض ده. يا جدع سيب له طول. انا تعبانه كده. لا ايه يا بنت الشباك الناموس يدخل؟ ياما الهوا ياما الدنيا حر. بقول لك ايه ياما؟ ما توصلي لنا الوصله، حتى بيقولوا في حته محطه قران كده. محطه قران؟ شوف البنت وخبستها. سايب له طول. بس وحياه امك برضه لا، انا قلت لا يعني لا. يوه ياما كل حاجه لا لا. ليه شطها دي؟ اقول لك طلع لك فوق. يا بنت وطي صوتك، ضحكتك مايعه قوي. يوه انت ما بتحبش ضحكتي؟ ده انا بموت فيها يا خراب اسود على الدلع وقله الادب. السلام عليكم. اهلا بالسبع. شفت شفت بيقفل الباب ازاي؟ واد ما عندوش احساس. سيبك منه. اسيبني منه ازاي وهو كاتم على نفسنا زي الرب؟ وانا اللي كنت ناوي ارقص لك النهارده لما عرفت ان مراته بايته عند امها. انت على طول كاتم على نفسي كده؟ يلا قوم قوم شيل الشيشه ويلا خلينا ننام. قوم. لا هيحصل الليله. ساعة كام في ايدك يا اتنين يابا؟ ليه؟
ما تدخلش البيت ده قبل الساعة 4 الصبح ما دام مراتك مش بايتة معاك هنا في البيت. ليه يابا؟ أول مرة أشوف أب يطلب من ابنه يجي متأخر. أب وابنه إيه يا؟ ده أنت بقيت قد في السن والبعيد ما بتفهمش ولا بتحس. يعني هي سخنتك عليا؟ الكتم يقعد في عم أمك. أمي إيه بس يابا دي في سني. اقعد بقى أوعى عليا كده وضيعلي اليوم. مش هضيع لك حاجة، أنت طالب مني إيه دلوقتي؟ أخرج ولا نام؟ تخرج بره البيت طالما مراتك مش هنا. طب أخرج كده ولا ألبس؟ البس ما أنا عارفك، البس وريني عرض كتافك. ده انت ابن كلب مالكش مثيل. خارج يابا خارج خارج. يلا يا ابن الكلب. ما تقول معاه عامل في صرفنا في اي 50 جول. الراجل اسمه خميس ده عقلاني النهارده. ما انا قلت لك يا فيتا مش هعرف. وانا بس اللي هدفع يا عم غمال ولا ايه؟ انت هتزل لنا يا صاحبي؟ يعني انت مش عاوز؟ يا عم انا لسه حتى في حقن الطلق. بقول لك يا بيتا ما تيجي نبيع التلفزيون ده. تلفزيون ايه يا عم؟ ابويا وغير ما لقاش التلفزيون ده هيشقلطني. يا عم انت ابوك ما بيجيش غير كل اول شهر، يعني لما يجي الشهر الجاي نكون جبنا واحد بدال. انسى يا عم الموضوع ده، انا اروح اشوف عيال صحابي افتشهم في اي دماغ. وهتسيبنا يا صاحبي؟ اما نعمل لك ايه يعني يا عم غمال؟ خلاص يا بيتا خليك، انا هقوم اتصرف.